متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذه الليلة ونهار يوم غد. تبقى المملكة تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة هذه الليلة، وتكون فرص الأمطار الرعدية واردة في مناطق مختلفة من المملكة. بعض من هذه الزخات الرعدية ربما يكون غزير ومترافق مع تساقط البرد سيما في المناطق الجنوبية، الأمر الذي يرفع من فرص تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب في المناطق المنخفضة. درجة حرارة هذه الليلة في العاصمة 10 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى، ويتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمقارنة عما كانت عليه خلال الليلتين السابقتين. نهار يوم غد من المتوقع أن يطرأ انخفاض حاد وكبير جدا على درجات الحرارة مع هدوء في الأجواء وتراجع في فرص هطول الأمطار بالمقارنة عما هو عليه الحال هذه الليلة. الطقس غدا باردا نسبيا، ولكنه يكون مغبر بشكل متفاوت ما بين منطقة وأخرى مع ظهور لكميات من السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح غدا تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة لكنها تنشط على فترات، الأمر الذي يعمل على حدوث موجات غبارية في بعض مناطق المملكة الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية. في خليج العقبة غدا تتحول وتعود الرياح من جديد إلى جنوبية تكون نشطة أحيانا، الأمر الذي يعمل على ارتفاع مستوى الأمواج في منطقة الخليج. مع ساعات ليلة الثلاثاء على الأربعاء يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة بالمنخفض الجوي المتمركز في شرقي البحر الأبيض المتوسط والمصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمقياس شدة مؤشر المنخفضات الجوية في المملكة، والذي يعني أن الدرجة الثانية هي الدرجة الاعتيادية، وتعود به ومعه الأمطار بمشيئة الله تعالى في مناطق مختلفة المملكة اعتبارا من ساعات صباح يوم الأربعاء. دعونا الآن نستعرض درجات الحرارة المتوقعة العظمى غدا والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء في مناطق مختلفة. نبدأها شمال من إربد من 18 إلى 14، حجلون 14 إلى 11، جرش 17-13، والمنفرج من 17 إلى 10 درجات مئوية. المناطق الوسطى في البلقاء من 15-13، مأدبة 15-9، في البحر الميت 21-17، وفي عمان من 14-11، وفي الزرقاء من 17-12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 12-9، طفيلة 12-9 أيضا، الشرع 11-6 درجات، معان 14-5، وفي خليج العقبة من 20-11 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة أرويش 18-6، الصفاوي 17-6، وفي الأزرق من 19-7 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.